يعني يمكن الشغل الشاغل اليومين دول يا منى والحديث دائما عن ارتفاع الاسعار وهتقل الاسعار ولا لا، وكان في تعهد من وزير التموين اثناء مؤتمر حكايه وطن امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانخفاض الاسعار، وبالفعل بدانا نشوف بادره في انخفاض الاسعار، لان دلوقتي في حملات رقابيه مكثفه على الاسواق اليومين دول تحديدا في ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتنفيذ أسعار السلع الأساسية واللي بتشمل 7 سلع أساسية، ووزارة الزراعة بتنظم هذه الحملات علشان تقدر اللي هي تضبط الأسعار إلى حد ما. خلينا نتكلم عن التفاصيل. معانا على التليفون الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير لكل السادة مشاهدينكم الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بألف صحة. لما نيجي نقول يا دكتور إن في حملات تفتيشية ابتدت تحصل بالفعل في الأسواق، مهمة الحملات التفتيشية دي حضرتك شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا أقول حضراتكم يمكن متابعين مبادرة الحكومة لخفض الأسعار واللي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء، وهي الأسعار الأساسية انا كاهل المواطن. طيب دكتور استاذن حضرتك لو نقف في مكان فيه شبكه عشان نقدر نسمع حضرتك لان الكلام مهم اللي بيتقال. حضرتك معايا يا دكتور؟ كده سامعني كويس يا استاذ احمد؟ اتفضل. تمام اتفضل يا دكتور. بقول حضرتك احنا تابعنا مبادره الحكومه واللي اعلن عنها دوله رئيس الوزراء لخفض الاسعار لرفع المعاناه عن كاهل المواطن. ويمكن الاسعار الغذائيه الأساسية يتم خفض الأسعار فيها من 15 أو تم بالفعل من 15 أكتوبر، ومن ضمنها البيض والفراخ الحية والمجمدة، وهيكون نسبة الخفض فيها 15%. هنا تم تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة، ومعانا مباحث التموين، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وبالتوازي بنتحرك للعديد من المراكز على مستوى محافظات الجمهوريه لنستوثق ونتاكد ان بالفعل الاسعار المتفق عليها التزمت بها المزارع والتزم بها التجار والتزم بها جميع الجهات المعنيه. يمكن كمان حضراتكم برضو احنا شفنا قد ايه الدوله المصريه بذلت الجهد الجهيد من اجل توفير العمله للافرادات اللازمه عن الذره والصويا، واحنا عارفين ان الذره والصويا والاعلاف اساسا يمكن بتمثل حوالي 70% واكثر من جمله مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج اي مشروع للثروه الداجنه، وبالتالي كان برضو لزاما علينا الاستوصاك من ان هذه العمله اللي تم توفيرها للافرادات اللازمه عن هذه الخامات بما يكفي الصناعه وبما يكفي الاحتياجات ان بيتم توجيهها فيما خصصت من اجله، ولا يتم تخزينها او حجبها عن السوق بغرض الاستغلال او زياده الرفض. طبعا الكثير من التجار ومن المزارع ومن المربين ملتزمون تماما في المبادره، ولكن كل من يخالف هذه المبادره بتتخذ معاه كافه الاجراءات الرادعه والصارمه على الفور. نعم. طيب عاوزين نعرف بقى آلية التفتيش فيما يخص يعني تحديدا الفراخ الحية والمجمدة، لأن احنا بنشوف أسعار متفاوتة في الحقيقة ما بين منفذ ومنفذ آخر فيما يخص المنافذ الحية تحديدا. طيب هي الأسعار المتفق عليها إن هي هتخرج الفرخة الحية من المزرعة ب 65 جنيه علشان تصل ب 65 جنيه حد أقصى. 65 جنيه للكيلو. تصل للمستهلك فرخة حية 73 جنيه للكيلو حد أقصى. نعم. طبق البيض يخرج من المزرعة 115 جنيه حد أقصى علشان يصل إلى المستهلك 125 جنيه بحد أقصى. الفرخة المجمدة بتطلع من المجزر الكيلو ب 100 جنيه تصل للمستهلك الكيلو ب 100. طب خلينا نتكلم معلش يا دكتور في طبق البيض ده تحديدا، حضرتك بتقول يصل للمستهلك بكام؟ 125. طيب الرقابه عليه بتكون شكلها ايه؟ لان انا في الحقيقه انا شاريه بازيد من كده. طيب تقريبا انا شاريه من نفس المنفذ بتاعك. احنا علينا كمواطنين ومستهلكين ان احنا ما نشجعش المنافذ التسويقيه المستغله. اكيد حضرتك انت لو اشتريت اكتر من كده، لو يعني اتحركت شويه
بعيد عن هذا المنفذ لمنفذ ثاني وهتلاقيه قريب منه مش بعيد قوي، هتلاقي السعر والله والله يا دكتور انا شاري من منفذ من المنافذ الكبرى كمان اللي المفروض انها بتوفر يعني. هتبلغ هتبلغ الجهات اللي انا قلت لحضرتك عليها مباحث التموين، هتبلغ وزاره الزراعه، هتبلغنا في قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه، هتبلغ جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه او جهاز حمايه المستهلك، كل هذه الجهات هتتحرك فورا وهتتعامل مع المنفذ اللي بيغالي او بيبالغ في الاسعار. بس احنا تاني برضو علينا ان احنا ما نشجعش المنافذ التسويقيه المستغله او التي تبيع باسعار غير المتفق عليها في المبادره. احنا حضرتك يمكن انا بكلمك دلوقتي ولجان شغاله على مستوى الجمهوريه. احنا رصدنا بالفعل مخالفات وزي ما قلت لحضرتك بنتخذ معاه كافه الاجراءات، ولكن العديد من التجار والمربين ملتزمون. نعم ده حقيقه، يمكن صحيح زي ما حضرتك بتقول، برضو اكون منصف ان في منافذ لما انا سالت برضو لقيت ان السعر كان اقل في منافذ، والغريب في الامر انها المنافذ مش الكبيره، مش الهايبر ماركت الكبيره، لا بالعكس ده المنافذ اللي هي الصغيره اللي مملوكه لافراد يمكن تجار اصغر هي اللي لحد ما ملتزمه بين المنافذ الكبرى. عشان كده يعني يا ريت حضراتكم يكون في رقابه على هذه المنافذ الكبيره، وحضرتك هنا عارف انا اقصد ايه تحديدا، لي يعني ضبط الاسعار فيما يخص هذه السلع لانها سلع من السلع الاساسيه اللي بتهم كل المواطنين. بنشكر حضرتك الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه.